وأجيزت من خلال هذا الاجتماع العديد من الأجندة، وتمت في هذا الاجتماع العديد من القرارات. أجيز الأداء نصف العام للعام 2022، وأيضا تمت إجازة توصيات الحوكمة الراشدة، وأيضا تمت إجازة توصيات اللجنة المالية والإدارية. وأشاد المجتمعون بموقف جامعة النيل الأبيض من خلال تخصيص 2% من جملة الإيرادات لصالح البحث العلمي. وجدت اهتماما بالطلاب وبتحصيلهم العلمي وبتطوير العملية التعليمية بإدخال التعليم الإلكتروني ومنصات إلكترونية في هذا الجانب، واهتمام كذلك بتقنية المعلومات وتطوير العملية الإدارية، والاهتمام كذلك بالبنيات التحتية للجامعة في المواقع الثلاثة، وفي الاحتياط بمساحات كبيرة للمستقبل.